حناوي والله. راحت تحت الشمس. لنجس لنجس لنجس، وقف وراك. ارفق اطلع. اصدقائي تجهيزات الفطور، اي فول معلب جاهز جبناه، اي شوربة العدس اصدقائي. يا سلام. يا تيجوا هلا 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 تيجوا. يا وش مو بعيد بي، بعيد بي ايش مو بعيد بي. اخوي خاطرك تبعد عنه لا يروح يسيبني بالله. شقد تتوقع وزنه اصدقائي؟ ما شاء الله شايفينه، شوفوه عن قريب. اصدقائي الفطور راح يجهز بعد شوي، عدنا على الفطور مثل ما انتم شايفين شوربة عدس مع راسين بصل مع كاسة شاي مع مطبقة بطاطا شي العالم. اصحاب اصحاب شوفوا الاحجام اصدقائي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صباح الخير، يسعد لنا اوقاتكم اصدقائي. رحلة صيد جديدة، رحلة تخييم مع صيد ان شاء الله اليوم مع العم محمود. الساعة 9 صباحا اصدقائي انطلقنا من مدينة باطمان، رح نروح صوب مقاطعة حسن كيف ان شاء الله، هم رح نخيم هم رح نصيد سمك. هاي نقطة البداية، رح نشارككم الرحلة كاملة ان شاء الله. حياتنا لكم اصدقائي. يسعد لنا صباحكم يا غوالي، هاي وصلتنا لعند المي انا وعمي ومحمود، رحلة صيد جديدة. جينا لمنطقة لقرية شكفتة اصدقائي، منطقة تقع بين مدينة باطمان ومقاطعة حسن كيف جنوب شرق تركيا اصدقائي. جهزنا للطعوم، سمينا بالله، وهي راح نكب الكلاليب هلا. الاسبوع الماضي كمان كنا هون اصدقائي، ما غيرنا المحل، كان في محلات اطيب بصراحة بس ما كان في شبكة موبايل، فاجينا لهون بدانا اجينا لنفس المحل. هاي عم تركب الكلاليب هي. عيونك عمي محمود يا كول. في هوا شوي اصدقائي مثل ما انتم شايفين، المي عم تلعب كلاليب الا شوي تروح على اليسار. الغمق محل عم بنكب شغلة من امتار اصدقائي مثل ما انتم شايفين، وخايف لسا عم يصل هلا وصل على الارض كلها. هذا الثاني كان هذا كبو بالنص دايما تقول عم محمود ولا اين بدك كبو؟ هذا تكبو هيك، هذا تكبو على اليمين مشان يجي فوق كلاليب عمي محمود ونتقاتل انا هو. تعال قرب قرب عليه. عم طالعني ولا عم تصور الارض عمي محمود؟ لا الارض. هذا الرابع كمان لعيون الشباب الطيبة. اصدقائي مثل ما كنتم شايفين هذا السيستم اللي بنستعمله، خرزتين ابرتين وكسبة. رجع لورا شوي عمي محمود قربان. اصدقائي هاي عمي محمود تنجهز النار، هلا صار وقت الفطور، تنجهز كاسة شاي وتنفطر. اصدقائي شغلنا النار، رح نفطر هلا بعد شوي. حطينا شاي على النار مثل ما انكم شايفين، هاي عمي ابو محمود قاعد عم بيحرس الشيدان. هاي النار تبعنا. كاسة شاي على كيف كيفكم. ايش عدنا على الفطور اليوم عمي ابو محمود؟ ايش عدنا على الفطور اليوم؟ والله تناكل فول، تناكل جبنة، تناكل محمرة. خير الله كتير ولو الفول مو الحمي وعمو محمود بس يصير شاينا
ايوه لازم قبل ما يصير الشاي. شاي هذا اصدقائي البركه هون محل المره الماضيه جينا كمان اليوم بركنا اصدقائي. هاي محل الخيمه هون مثل ما انكم شايفين. الجو طيب في حال غيمت الدنيا او في حال احتمال صار احتمال انه يجي مطر راح نفتح خيمتنا مباشره ان شاء الله. الاجواء مثل ما انكم شايفين اكثر من رائعه. نقر اسحبوا عمو محمود. اصدقائي تجهيزات الفطور، اي فول معلب جاهز جبناه، توابل نسيناها بالبيت فنضرب فول ساده هيك على الناشف بلا توابل. والله معي توابل بالشنطه بس الله اعلم وين كنت بقوا يا عمي ابو محمود، ادور عليهم ولا بلا تقول. عيفة بلا توابل معطي ابو عمو محمود بلا توابل. هذا عمي ابو محمود قال له تنضرب وجبه فطور على كيف كيوفكن. الكلاليب اصدقائي شوفت عينكن لسه طوله مو بالماينه لسه ما تزحزحوا من محلن. في حال ينقر مباشره راح تسمعوا هالصوت هذا اصدقائي. اصدقائي الشايات على وشك انه تصير. هاي الفولات نارنا كتير قليلة صارت، والله الا على الفحم مو مشكلة يصير على مهله. هالفولات تبعنا تبلناهن ليمون وبهارات اصدقائي وملح، وجبة الفطور قربت تصير. هاي وجبة الفول، فولات قربت تصير تذبيلة هيك على الخفيف على الماشي. الشايات صارت جاهزة. يا عين شي طيب. صحة عمي ابو محمود. صحة يا قلبك اخوي. ايش عم تضرب كباب؟ عم تضرب ايش عم تضرب عمي ابو محمود؟ والله احسبه كباب. والله عمي ابو محمود راح حلها بالعشرة بالله. نحن ايش قصتنا ما عم نجيب معالق معنا عمي ابو محمود؟ لو لا وبالي كان والله اخذت اجيب ونسيته ياهم. اي عمي ابو محمود ما بده معلقه برايي له. فولات مندوره محمره جمله شايات فطور متواضع. ايش رايك بالفطور عمي ابو محمود؟ يا والحمد لله والشكر شي طيب. اصدقائي هذا العم روبن هود جاب المطيطه السلاح العابر للقارات تبعه. قال هيو هي ما في صيد سمك بدنا نصيد طيور اليوم. هذا الشطل صناعة يدوية شغل ايد عمي ابو محمود. ايش تتصيد عمي ابو محمود؟ نصيد مهن نورس. تتصيد نورس ينتكل لحمه؟ ليش مو ينتكل؟ بهالبرية كل شيء ينتكل له. لحمة الحمار زي تنتكل. اكو عمي ابو محمود عم ينقي الفشكات هلا اصدقائي. يا ابو على حزنا بس طلع شطلك مي بقى طير بالشول. لا خلص ما بقي جون. عمو ابو محمود ها طلع بالله ما ضل طير. ما بقي جون البيخ ودين طلع جوتات يا اخوي. شي مرتب. اضرب لك كم ضربه على الهواء هيك بلكي السمك يصحصح. عمو ابو محمود لو اضرب لك هيك على المي حرام كل فشكة حقها 25 ورقة. أصدقائي الفشك عم يشترين بمصاري عمو أبو محمود مشان هيك عم يقتصد بالاستعمال تبعه. في أطيب من هيك صيد شاي وكاس شاي أكرك عجم وصيد سمك برا وجوا عم يصيد اليوم أصدقائي عمي أبو محمود برا وجوا وأرضا. أضرب لك هيك بس شي ضربة خلي الشباب يشوفوا تكنيك مشان أسكر الكاميرا عمو أبو محمود. يا تيجي وهلا هلا هلا تيجي. لا تضرب لا تروح تصيدني بعدين اخاف عمي. اهك وانيه والله راحت تحت الشمس. تيجي تحت الشمس تبعنا يا مو تيجي تعي من فوقي يا تعي من فوقي تعي من فوقي. اخ بخوديته فرجينا شطلك عن قريب عمو محمود. ما قلت لنا شلون تسويه وايش وضعه اخوي؟ هدول تبع الايس منيت تبع الكفوف يمطوا خوش مط. ها ايه واحدة
تنتين ثلاثة أربعة خمسة، كل واحدة خمسة. خمسة دمض يضرب يضرب. جاك 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 ما جاني بعيد وياه، جوني جون من هون هيك فوقنا. طيب كان جيب شاي يا أخوي، جيب شاي نقر. يلا جايك ضرب لك شي ضربة تاني بس على الهواء أشيل الكاميرا. عم أبو محمود خلي الشباب طلع على حجرة الظالمة يا و... طلع لاي طلع لاي، لا تصيدني يا ودير بالك علي عمي ابو محمود. دي تعاوي تعاوي إيه هلا كانت تجون ضرب على هذا ضرب مو بعيد ضرب بعيد يا وإيش مو بعيد بعيد وإيش مو بعيد أخي خاطرك تبعد عنه لا يروح يصيدني بالله. سعد لنا صباحكم يا غوالي، مثل ما كنتم شايفين هاي معداتنا، معدات الصيد الخيمة تبعنا. كنا نايمين أنا وعمي أبو محمود البارحة، ما صدنا غير سمكة وحدة أصدقائي. بالليل كنا فاتحين بس ما قدرنا نصور، عرفتن عليها الخيمة تبعنا. هاي عمي أبو محمود هلا فاق بده يجدد الطعوم. عمي أبو محمود إيش رأيك بصيد اليوم؟ فقرة من ورا هي لسه ما سحبنا وعلقنا ياو. اسحاب اسحاب فيو سمكة كبيرة، هات السمكة كبيرة فيو عمي أبو محمود. هي من ورا من ورا أخوي. اسحاب أساعدك فيو. لا 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 كفو وفو. اسحاب اسحاب اسحاب، شوفوا الأحجام أصدقائي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا أخوي شوفوا. شوف 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 اسحاب 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 اسحاب. شوفوا أخوي شوفوا الأحجام ما شاء الله. يا معلم يا أبو محمود والله حلال عليك. الأجواء دنيا ضباب خفيف مع رطوبة خفيفة أصدقائي، حاطين بالنشرة الجوية دنيا مطر. والله الأجواء لحد الآن تبشر بالخير، الدنيا صحو، الأجواء مثل ما كن شايفين أحلى وأروع مما يكون. رح نجدد الطعوم هلا أنا وعمي أبو محمود أصدقائي ورح نقعد نفطر إن شاء الله. محمود تقدمت يسير للركب. ها أصدقائي هلا صار وقت وجبة الفطور، عدنا على الفطور شوربة عدس وعدنا مطبقة بطاطا، وهي الشايات كمان رح نحطها على الفحمات هلا أنا وعمي أبو محمود. هاي شغلنا النارات، هاي طباية، هاي شوربة العدس، هيني مطبقة تبعك عمي أبو محمود. أين خبيتها أخوي؟ المطبقة خباها عمي أبو محمود. الأجواء مثل ما كن شايفين، خيبنا هون البارحة، مكان الخيمة صاير مايل شوي أصدقائي بس مو مشكلة، قلنا أحسن ما نخيم هنيك فوق بعيد، هون الخيمة قريبة كتير علينا. هلا في حال إجا مطر رح ندخل جوات الخيمة مشان نهرب نتخبى جواتها. الدنيا غيم، في احتمال يجي مطر، احتمال، العلم عند الله. هاي البركة غير شكل مثل ما كنتم شايفين. حياكن يا غوالي، هلا رح نجهز وجبة الفطور انا وعمي ابو محمود. تركنا الصيد طبعا، قطعنا املنا من الصيد انا وعمي ابو محمود. هالكلابزة عم ينقر عمي ابو محمود بس ما عم يسحب من البارحة. هاي شوربة العدس رح نحميها، رح نجهزها هلا. تعال صور من قريب شوي معلش عمي ابو محمود. كم من قريب بس مشان يشوفوا عملية الطهي يا عمي ابو محمود. هاي شوربة العدس اصدقائي، يا سلام المقلة تبعنا تشحورت هلا اللي تيسي. إذا ما صار معنا أصبها كلها مو كتير يا كبا 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 نشربها شربة أخوي. يا عين يا عين حولوا تكفي عشيرة يا عمي أبو محمود يا مطبقة من التياكل يا أخوي. هاي تنشرب شرب هاي شرب شرب تتنكبل لها. حياكن يا غوالي، اللي مشوش صار تنشوش الا انا وعمي ابو محمود. نحطها هيك على الحطب فورا ولا نحط لنا كم حجر عمي ابو محمود؟ لا لا حطها هيك على الحطب. دخنت عمي ابو محمود فطستنا من البارحه، الله وكيلك انقضى على الاكسجين بالمنطقه كلها. طبعا اهم شيء مع اللي مشوش يا اصدقائي انكم تأسروا ليمونه وبصل، تضربوا معها راس بصل. كاميرا هوني عم نطلع هوني تفاح العرب اخوي.
يا عين يا عين شي طيب دخانك فطسنا عين يا الهواية يا عمي محمود كديك وراك يا سيدي من ريحة الدخنات إذا استقبلونا اليوم بالبيت كويس هاي ليمونة كمان عصرناها عصرة على كيف كيوفك أصدقائي الفطور رح يجهز بعد شوي عدنا على الفطور مثل ما انتم شايفين شوربة عدس مع راسين بصل مع كاسة شاي مع مطبقة بطاطا شي على العالم بظن أمتع شغلة أحلى شغلة برحلة اليوم راح تكون وجبة الفطور هلأ الفطور على وشك إنه يجهز أصدقائي حاولوا على الفطور ولا هنية بلاكة هاي حطينا الشايات كمان أصدقائي بعد شوربة العدس راح نضرب كاسة شاي أكرك عجم على كيف كيوف كان هاي شوربتنا هاي مع راسين بصل شباب عمي أبو محمود كمان جابلنا هنشوف إيش جابلنا عمي أبو محمود مع مطبقة بطاطا يا عين يا عين الأجواء رواق حياكن يا غوالي الحمد لله رب العالمين سحبنا السمكة الثانية السمكة الثانية تطلع لها مثل ما انتم شايفين شقد تتوقعوا وزنها اصدقائي ما شاء الله شايفينها شوفوها عن قريب شقد تعطوها وزن يا جماعة هاي هي السمكة هلا سحبتوها قبل شوية شباب هون ضربت هون السمكة الثانية فيها شغلة كيلو ونص لكيلوين الحمد لله رب العالمين نرجعها على المي ممكن شايفينه تحياتنا لكم يا غوالي هلا صار وقت نضبط بعدتنا رح ننهي رحلة اليوم اصدقائي والله الحمد لله مثل ما كن شايفين السمكات اللي صدناها فرجيناكن هن سمكتين كارب بس اخترنا نسحب اليوم هلا بدنا نجلي الجليات مثل ما كن شايفين بسائل الجلي طبيعي بالوحل بالرمل وبدنا نضبط بالعدة هلا اصدقائي انا وعمي محمود ورح نشد على البيت قبل ما تعتم الدنيا لازم نضبط بكل العدة مشان نرجع البيت على ضوء اصدقائي راح نفرجيكم اها حمامتنا بالله يا معلم يا وحش وي 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 تقول هلا سحبتها يا عم ابو محمود كيف المي يا اخوي اصدقائنا راح نفرجيكم صيد اليوم اصدقائنا هذا كان صيد اليوم تعالوا معي تفرجيكم الاسماك القرش اللي سحبناها اليوم تعالوا تفضلوا معي صدنا طبعا سمكتين سحبنا اصدقائي اليوم لنقص 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 وقف وراك هربت اطمع بربي هربت لو حياكن يا غوالي هذا الفرخ المرتب اللي سحبناه فرخ كارب الثاني صغير ما راح نفرجيكن يا اصدقائي ثاني راح نرجعه على المي كمان هذا كان الفرخ اللي سحبته اليوم اصدقائي شغلت كيلو ونص يطلع وزنه فرجيكن هو هيك كمان عن قريب شيء مرتب هاي راح تكون وجبة العشاء اليوم فرخ اكثر من رائع مثل ما انتم شايفين طبعا التراب عبى وجهه شوي الحمد لله ما رجعنا بيت فاضي اليوم ربي لك الحمد هذا كان صيدنا اليوم من البارحة لليوم ما صدنا غير هالسمكتين ربي لك الحمد اصدقائي لحد هون راح ننهي رحلة اليوم مثل ما انتم شايفين ضبينا الشادر ضل هيك شوية اغراض ناعمة نضبضبن وننطلق على البيت انتهت رحلة اليوم اصدقائي اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو في حال عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا اصدقائي ولنا لقاء اخر في الرحلات القادمة ان شاء الله بامان الله استودعكم الله سلام